نعود إلى ضيفنا السيد عبد الله الأسعد، أهلا ومرحبا بك سيادة عقيد مرة أخرى. نبدأ باحتمالية الضربة الأمريكية ضد النظام السوري وحلفائه وسط هذه التجاذبات السياسية والإقليمية الحاصلة، برأيكم ما الذي سيترتب على هذه الضربة، وهل هناك احتمالات لتفجر مواجهة عسكرية شاملة في سوريا مع روسيا أم لا؟ طبعا هذه الضربة الأمريكية التي يعني تختلف عما حشد له في عام 2013 بعدما استخدم نظام الأسد الكيماوي في الغوطة أيضا، يعني هذه المرة نجد أن هناك تحالفا دوليا وتحشيدا من قبل ثلاث دول مثلا عظمى ورئيسية هي بريطانيا وفرنسا وأمريكا. طبعا وحتى الآن يعني وجدنا أن دولا غربية وعربية حتى يعني أبدت استعدادها للاشتراك في هذه الضربة. والشيء الميداني على الأرض يعني ليست فقط عبارة عن تصريحات من قبل الرئيس أو تغريدات من قبل الرئيس الأمريكي، الآن أبحرت يعني مدمرة أخرى بالإضافة إلى المدمرة الأولى إلى شواطئ البحر المتوسط، وانطلقت أيضا معها فرقاطة ألمانية هيسن ترافق هذه القوات البحرية، وهناك عدد من الجنود أيضا يركبون على هذه على سطح هذه السفن والمدمرات، وتم الاستعداد بشكل يعني كبير جدا. وأعتقد أن أستراليا والسعودية يعني وحوالي 20 دولة طبعا مجموع أبدوا استعدادهم للاشتراك في هذه الضربة. أما فيما يخص موضوع يعني الأسلحة وتصريحات ترامب حول استخدام الأسلحة الذكية، طبعا يعني هذا الموضوع يعني بالتأكيد في مثل هذه الحرب، طبعا حرب نحن الآن في حرب تقنية، أمريكا تمتلك أسلحة تسمى أسلحة ذات دقة عالية، هذا ما وصفه ترامب بأنه أسلحة ذكية، أسلحة ذات دقة عالية. طبعا هذه نسبة الخطأ بسيطة جدا وأحيانا تكون معدومة، ما تسمى في العلم العسكري هذه صواريخ أطلق وانسى، هذه طبعا ستوجه من البحر إلى يعني المقرات التي. هل هنالك أي مخاطر على الولايات المتحدة الأمريكية في استخدام هكذا نوع من الأسلحة؟ لا يعني هذا طبعا يعني سيكون بكل سهولة، يعني إسرائيل تملك منظومتين من أسلحة الدقة العالية، يعني هذه الأسلحة التي قد يصل مداها إلى يعني آلاف الكيلومترات، طبعا أمريكا يعني تطلقها بكل سهولة، وفي مثل هذه المواقع العسكرية المتواجدة في بين المدن والبلدات طبعا سيتم إطلاق هذه الأسلحة الذكية من أجل يعني تحقيق إصابات أهدافها، واستخدمها طبعا يعني الأمريكان في حرب عام 2003 على العراق وكانت تطلق من المحيط الهادي. طيب. على هناك من يقلل من أهمية الضربة الأمريكية وسط التقارير التي تفيد بأن بشار الأسد بدأ بتخبئة معداته العسكرية في المطارات الروسية، يعني هذا تدبير عادي، يعني القوات عندما تكون في معسكراتها تكون ضمن يعني مرائبها يعني متجمعة. الآن عندما ترتفع حالة القوات من الجاهزية القتالية العادية إلى الجاهزية القتالية الكاملة، بالتأكيد هذه القوات ستنتشر في مناطق الانتشار تسمى مناطق الانتشار القريب ومن ثم البعيد لكي يعني تخفف من نسبة الإصابة. يعني عندما تكون الآليات متجمعة في مرآب طبعا يعني سقوط صاروخ يدمر أكبر عدد من الآليات، أما عندما تنتشر هذه الآليات في الحفر وفي الأراضي الصحراوية طبعا هذا سيخفف من نسبة الإصابة، إلى أن يعني في الحرب الحديثة هناك قنابل تحوي على رؤوس عند إسقاطها من الطائرة، وأمريكا يعني الطائرة دي بي 52 طبعا هذه الطائرة تحتوي هذه الحواضن تنطلق باتجاه العربات يعني تتجه المعدن، تنطلق عندما يعني يتم إطلاقها من الجو فهي تنطلق باتجاه الدبابات في الأمكنة التي تتحشد بها. ولم طيب. يعد يعني هناك قتال مثلا. إن حصلت الضربة الأمريكية برأيكم إلى أي مدى ستقلل من نشاط الأسد الكيماوي والعسكري، وهل تتوقعون حصولها أم أنها ستكون عابرة كما جرى في مطار الشعيرات؟ يعني بالواقع يعني ضربة الشعيرات هي كانت عبارة عن ضربة سياسية،
والضربة يعني والضربة الإسرائيلية من 3 أيام على مطار تيفور هي لم تستهدف القاعدة كقاعدة فيها طيران مثلا يعني من بقايا طيران أسطول الاتحاد السوفيتي، هي طبعا استهدفت مركز لإنشاء أو لتصنيع طائرات مسيرة بدون طيار. يعني طبعا الكل يعلم إذا تعمقنا قليلا أن سلاح الجو نظام الأسد في الساعة الأولى من أي معركة يحيد خارجا نتيجة التقنيات لدى جميع الدول التي لا يمتلكها نظام الأسد. لنعود هنا ونقول أن يعني القصف طبعا إذا كان محدودا واستهدف مطار كمطار شيرات، طبعا هي ليست يعني هذا تحرك السفن والمدمرات ليس تحركا سياسيا، هذا تحركا دراماتيكيا وتحشدا يعني يضم تحالف كبير، لن يكون كما حدث في الشيرات على ما أتوقع، وحسب الدلائل والمؤشرات وتحرك القوات على الأرض أتوقع أنه سيكون تحركا من أجل ضرب مواقع حساسة ومواقع استراتيجية. هذه المواقع قد تكون عسكرية ومدنية. طيب. مدنية يعني تتمركز أو تحتوي مراكز القرار، وعسكرية تحتوي كوزارة الدفاع ورئاسة الأركان ومقرات السيطرة والاتصالات ومقرات التشكيلات والوحدات والقطاعات ومراكز القوى والإدارات والبحوث ومصانع. الآن بعد دخول إيران إلى المنطقة أصبح هناك تعاون إيراني كوري صيني مع الروس. وطبعا في أنت تعلم سيادة عقيد أن بشار الأسد لم يتجرأ في فعل ما فعل لولا وجود الدب الروسي معه، ماذا عن هذا الحليف الاستراتيجي القوي، خصوصا بعد الأنباء التي أشارت إلى انسحاب البارجات العسكرية الروسية من قاعدة طرطوس؟ يعني بالتأكيد نحن إذا جئنا إلى ميزان القوى طبعا يعني أتوقع أن روسيا ستتعامل مع التحالف الذي سيوجه الضربة إلى نظام الأسد ستتعامل معه بأمر واقع، يعني لن تكون بعد أن حصلت على هذه المطامع الجيوسياسية في سوريا أن تخسر كل شيء من خلال مواجهة مع أمريكا. وهنا يعني لا يوجد وجه للمقارنة بين القوى الأمريكية المنتشرة في 48 دولة من العالم مع القوى الروسية التي كانت تحلم بأن تنطلق إلى المياه الدافئة وكانت تحلم بأن توسع هذه القاعدة التي كانت عبارة عن قاعدة بحرية لصيانة السفن وتوسعها فيما بعد عام 2015 لكي تتسع إلى حوالي 11 يعني سفينة قتالية حربية ومنها سفينتان تعملان بالوقود النووي. فيعني هذا الحلم الذي راود الروس المياه الدافئة لن يعني تخسره في أن تتصدى، وهي غير مستعدة أيضا لأن تتصدى للصواريخ الأمريكية بكل معنى الكلمة. هل هذا يعني أن روسيا لن ترد؟ تفضل. هل هذا يعني أن روسيا لن ترد على الولايات المتحدة؟ أنا أتوقع الآن هناك سفن أصبحت قريبة من مركز قاعدة القاعدة البحرية في طرطوس حوالي 100 كيلومتر، ويعني أتوقع أنا لن ترد. نعم لن ترد. طيب. ويعتقد أنها ستغلق قاعدة ميناء طرطوس، طبعا لن تغادره، وإنما يعني بقية السفن المرافقة مثلا للطراد أو للسفن الكبرى. ماذا عن إيران؟ خصوصا بعد وصول علي أكبر ولايتي إلى الغوطة. هنا يعني هنا بالتأكيد أولا علي أكبر ولايتي جاء من أجل طبعا يعني الجثامين التي ذهبت إلى إيران في الضربة التي استهدفت مطار تيفور. نعم. طبعا جاء إلى سوريا طبعا لتفقد قواته ومن أجل رفع الروح المعنوية لهم، وفي يعني في خضم هذه الزيارة ذهب إلى الغوطة لأنهم هم طبعا لهم معتقدات، يعني الغوطة كانوا يغنونها ضمن يعني ما يسمى باللطميات بأن الغوطة يعني هي بشارة خير لهم، ويعني ستكون عبارة عن مغنم كبير لهم حول دمشق وسيطردون منه الأمويين حسب تعبيرهم وأهل السنة من هذه المنطقة خارجا. فلذلك يعني كانت زيارته هي عبارة عن زيارة رمزية، وطبعا هو لا شك مستشار خامنئي هو رمز الإجرام ورمز من تلطخت يديه بدماء الشعب السوري. أخيرا وليس آخرا سيادة العقيد، ما هي السيناريوهات التي ترجحها التي ستحصل في الساعات المقبلة؟ هل يمكن أن يتراجع ترامب مع دعوات الكرملين للتهدئة بشكل غير مباشر؟ يعني نحن في المبدأ العسكري
طبعا لدينا في الجيش يعني موضوع اسمه ساعة الصفر. ساعة الصفر طالما لم تبدأ المعركة، طبعا هناك دلائل على تحشدات ضخمة جدا وتحالف دولي، طالما لم تبدأ أو لم تدق ساعة الصفر يعني نعتبر كل شيء قابل للتغيير، نتيجة طبعا حسابات يقوم بها المهاجم للطرف الآخر والذي سيوجه الضربة، ربما يعني قد تدخل معادلات سياسية في الموضوع. طبعا هذا من وجهة نظر السياسة، أما من وجهة نظر العسكرة القوات يعني انتشرت واتخذت مواقعها وتنتظر يعني القرار السياسي طبعا الذي هو يبنى على الجاهزية العسكرية من أجل توجيه الضربة، فكل شيء في الحسبان ممكن أن يحصل، سواء كان يعني قرار سياسي أو من خلال تفاهمات، إلا أن يعني أنا وجهة نظري طبعا أن لن يكون هناك تفاهمات في ظل يعني السياسة الروسية الخشنة التي تتعامل، وما ظهر منها يوم أمس في مجلس الأمن الدولي بحق نقض الفيتو، طبعا عطلت المشروع الذي قدمته أمريكا، وبعد قليل تقدمت بمشروع. طبعا هي لو كانت يعني ليست دولة محتلة، لو كانت يعني تهتم لشؤون الشعب السوري كانت يعني كانت ألين من ذلك مع الغرب الذي طبعا هو منذ شهرين أصبح يحاصر روسيا في العالم. الخبير في الشؤون العسكرية والسياسية العقيد الركن عبد الله الأسعد كنت معنا، شكرا جزيلا لك.